بالنسبه لكتاب اللغه الانجليزيه انا بدات اكتب باللغه العربيه صراحه، وانا اصلا لا يهم يعني هي اللغه، اللغه مهمه غير شوف اي انسان يريد ان يكتب الان. اولا انا كتبت باللغه العربيه ولكن انتزع مني هذا ولم يرد لي، فالمحامي قال لي ان اكتب قصتي، فانا بالطبع ساكتبها باللغه الانجليزيه، فهذا هو السبب، كان سبب يعني عملي. ولكن يجب ان تفهموا ايضا انه العرب ما مهم عندهم الكتابه ولا اللي تكتب انت، والله ما تكتب لا حكموا عليك صراحه، الا عندك تجاره يتعدل معهم عدل معهم يعني. وهذا يعني مؤسف جدا جدا. الان انا مثلا لما جيت هنا ولا جامعه عربيه واحده استضافتني، كل الجامعات الغربية كثير من الجامعات، جامعات يعني العريقة كولومبيا يونيفرسيتي، نوتردام في ألمانيا، في الدنمارك، في نوروي، كثير في أمريكا دعتني ويريدونني أن أشتغل معهم. الجامعات العربية بل أنا اتصلت بالجامعات العربية بما فيها يعني قريب مني، ليس مهم عندهم هذا الشيء وليس مهم عندهم تجربة ولا الثقافة، فشوي نبردوا على قضية إنه العرب يدورون نكتبون وما يدورون نكتبون مشي. إذا عاد عندك قصيدة تمدح بها اكتبها، إذا عاد ما عندك قصيدة تمدح بها لا.